ولن نساوي على الحق أو الثوابت. إنها السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها. الحذر يسيطر على مخيم عين الحلوي عقب اتفاق بين الفصائل على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين. وصم الآذان عن سماع صراخ الشعب قباحة. الراعي يرفض الضرائب لتمويل الموازنة والسلسلة وأخذ القياسات الفئوية في قانون الانتخاب. دوما تحترق بصواريخ النابالم، والنظام السوري يكثف حملته العسكرية على حي الوعر في حمص. صباح الخير. يدرس مجلس الوزراء في ثلاث جلسات هذا الأسبوع مشروع الموازنة العامة قبل إقراره المتوقع يوم الجمعة المقبل، على أن يحيل سلسلة الرتب والرواتب مجددا على مجلس النواب. أما في قانون الانتخاب فقد أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بر أمام زوار استغرابه لمحاولة البعض نقل كرة قانون الانتخاب إلى ملعب مجلس النواب، لافتا الانتباه لأنها من مسؤولية الحكومة. وأعرب بر عن اعتقاده بأن رئيس الجمهورية ميشيل عون ألمح إلى الفراغ من باب التحفيز على وضع قانون انتخابي جديد وليس من باب تأييد هذه المغامرة، لأن الفراغ مستحيل وهو يكاد يلامس حدود الانتحار الدستوري، إذ من دون مجلس نواب لا وجود للحكومة وحتى لرئاسة الجمهورية. وعن قول الوزير جبران باسيل بالعودة إلى المطالبة بتطبيق القانون الأرثوذكسي يجيب بر مبتسما: سبحان من يحيي العظام وهي رميم. وختم بر بالقول: إذا وصلنا إلى 17 من نيسان ولم يتم إنتاج قانون فيكون الجميع آنذاك أمام أحد خيارين: إجراء الانتخابات بموجب قانون 60 الساري أو التمديد، وأنا مع قانون 60 مرة ولا مرة واحدة مع التمديد. انتقد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فرض ضرائب جديدة لتمويل الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، ودعا في عظة الأحد المسؤولين إلى إخراج الشعب من قلقه الدائم وحاجاته وظلمه. إهمال الواجب وصم الآذان عن سماع صراخ الشعب قباحة. الفساد والرشوة وسرقة المال العام وهدره والتهريب والرشوات قباحة. عدم ضبط المال العام وإعادته إلى خزينة الدولة وبالمقابل تحميل الشعب المزيد من الضرائب والرسوم من أجل وضع الموازنة وإصدار سلسلة الرتب والرواتب قباحة. وقباحة كذلك عدم إصدار قانون الانتخابات بعد 12 سنة من الدرس والتمحيص وأخذ القياسات الشخصية والفئوية. اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن الموازنة مهمة لكنها تصبح بلا قيمة إذا لم نقر قانونا جديدا للانتخابات. وقال باسيل خلال رعايته حفل افتتاح مكتب للتيار الوطني الحر في أنفي إن من يخل بالاتفاق حول عدم العودة إلى قانون 60 عليه أن يتحمل مسؤولية الفراغ. ساعة الحقيقة أجد، لأنه نحن طرحنا قانونين، واحد مختلط فيه معيار واضح بصحح التمثيل، واحد تاني تأهيلي كمان فيه معايير واضحة بتصحح التمثيل. وهذا القانونين اتنيناتهم، خلي حدا هلا يقول لي لا ما عليه عم بيسمعوني، في واحد موافق عليه فريق وفي واحد تاني موافق عليه فريق تاني، بس ما حدا منهم اثنيناتهم رفضوا بالكامل. والنقاش عليهم اخر جمعه على مقعد، اذا حدا بده يقول لي لا بيقول لي على مقعدين، انا بقول لكم على مقعد انه بنقبل بهذا القانون بس بعد في عندنا مشكله مقعد. فريق تاني بيقول لك بنقبل بهذا القانون بس بعد عندنا مشكله مقعد. طيب مقعدين حرزانه؟ طيب اذا حرزانه وما
وقت تعمل مشكل بالبلد نحن حاضرين نقدم قانون ثالث. بس بعدين شو؟ لأنه بعدين إذا هذا القانون الثالث ما مشي نحن بدنا نرجع نطالب من أنفي بالقانون الأرثوذكسي. تسريبات الموازنة للعام الحالي لا تلحظ أي إجراء يدعم النمو ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار بحسب ما يؤكده خبراء الاقتصاد. التقرير لباسل الخطيب. لا يمكننا القول إن مشروع موازنة العام 2017 أيده البعض وعارضه آخرون، فمعظم اللبنانيين عارضوه رغم قلة التسريبات التي حصلوا عليها خصوصا خبراء الاقتصاد. كان لازم يكون عنده هدفين مثل كل موازنة، وخصوصا بعد 6 سنوات من الركود الاقتصادي بلبنان. أول هدف هو دعم النمو الاقتصادي من خلال إجراءات بتحفز الاستثمار والاستهلاك، وثاني هدف هو تخفيض حاجات الدولة للاستدانة من خلال تخفيض العجز. وحسب كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل، فإن تسريبات الموازنة لا تلحظ أي إجراء يدعم النمو ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع بعد سنوات من الانكماش. الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص هي بتوازي الأوضاع السياسية غير متقلبة كعائق للنمو، فكان لازم الموازنة تلحظ تخفيف الأعباء التشغيلية على القطاع الخاص من خلال أعطاء حوافز، من خلال تخفيض الضرائب بدل فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب موجودة أو رفع رسوم. فالرسوم التي فرضت على بعض المعاملات ستؤدي إلى زيادة كلفتها، وتخفيض أعباء القطاع العام على القطاع الخاص من ناحية المعاملات الإدارية ومدتها هو عبء مستمر على القطاع الخاص، وإعادة تأهيل البنى التحتية ورصد مبالغ لها هو أمر حيوي لأنه يؤدي إلى تراجع تنافسيات الاقتصاد. عم تلحظ زيادة بالنفقات ولكن مش معروف وين هالزيادة، وهذا بغض النظر عن السلسلة، بينما الأولوية كان لازم تكون إلى على الأقل تجميد النفقات أو الارتفاع بالنفقات. وبدل تخفيف النفقات بالقطاع العام هناك زيادة بها وبالتوظيف، على عكس القطاع الخاص الذي اضطر لتخفيف نفقاته في السنوات الست الماضية. من ناحية الواردات في خيارات أخرى، أول خيار هو مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الجباية، مؤسسة كهرباء لبنان والدولة عم تدعم بشكل كامل الأسعار التعرفة بلبنان بخسارة، فلازم تحرير هالأسعار طبعا مع المحافظة على الدعم للطبقات الفقيرة والمحتاجة وجعل الأشخاص اللي بيصرفوا كهرباء يدفعوا قد مصروفهم. إضافة إلى موضوع الرخص العالقة في مجلس الوزراء كالسماح لشركات القطاع الخاص بأن تنتج كهرباء، وهي طريقة سريعة وبديلة تساعد برفع التغذية وتوفر مصاريف إضافية على خزينة الدولة. توصلت القوى والفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلو إلى اتفاق مبدئي على وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع. بعد جولة ثانية من الاشتباكات استمرت على مدى يومين بين حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة، توصلت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلو مساء إلى اتفاق مبدئي على وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم. وعلى أثر الاتفاق سيطر الهدوء الحذر على المخيم مع خرق رشقات قنص بين الحين والآخر. الاشتباكات كانت تجددت واتخذت بداية شكل تبادل رصاص قنص وألقاء قنابل بين حي الصفصاف معقل الإسلاميين وحي البريكسات معقل فتح، ومن ثم تطورت إلى اشتباكات استخدمت فيها أسلحة صاروخية ورشاشة كانت حدتها تخف حينا وتعنف حينا آخر. وتسببت الاشتباكات في يومها الثاني من إصابة الطفلة الفلسطينية آلاء حمودة في حي عكبرة وفي تضرر عدد من المنازل والمؤسسات التجارية والسيارات، بعدما كانت أدت إلى شلل كلي للحركة في شوارع المخيم الرئيسية ولا سيما الشارع الفوقاني حيث كان مسرح المعارك، وفيما سجلت حركة نزوح جزئية من المخيم باتجاه صيدا اتخذت وحدات الجيش اللبناني المنتشرة عند مداخل المخيم تدابير احترازية فعملت على إغلاق هذه المداخل أمام العابرين باتجاه عين الحلوة حفاظا على سلامة. أمنيا أيضا، وقع إشكال في بلدة كفر الرمان بين عدد من الشبان اللبنانيين وآخرين سوريين مما أدى إلى جرح سوريين نقلا إلى مستشفى النجدة الشعبية في النبطي. في النشرة بعد الفاصل،
ابنة شبعة مغامرة تتخطى الحواجز. أهلا بكم من جديد. بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير تفقد المبنى المهدد بالانهيار في برج البراجني، مطمئنا السكان بالعمل الجاد لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة. سنقوم بواجبنا في أي لحظة حفاظا على سلامة المواطنين بتوجيهات من الرئيس سعد الحريري، هذا ما أكده الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير خلال تفقده مبنى السباعي المهدد بالانهيار في حي المعمورة في برج البراجنة، لافتا إلى أن البلديات بحسب المادة 18 من قانون البناء هي المسؤولة عن المباني وسلامة السكان. حسب ما راحة الهندسة اللي معنا كشف الكشف التحضيري الأولي مبين فيه صدي ومبين فيه من زمان كانوا يعمروا بمياه مالحة، هذا كلياته بعد الكشف الأولي بيجي المختبر وبيجي الدراسة النهائية يلي هي بتقرر شو مدى أضرار بهالمبنى. نحن ما بنقدر نعطي دغري شو الأضرار حتى ما نفزع العالم، والمبين ان شاء الله ما فيها يعني هالاضرار اللي كنا عم نشوفها بغير محلات. نعطي نحن نتيجه الكشف لدوله الرئيس، هو بيعطينا التعليمات اللي بدنا نعطيها للناس. لا ما يعتلوا هم السكان، يعني امانه عنا ما يعتلوا هم. من جهته اعتبر النائب علي عمار ان الدوله مسؤوله عن معالجه مشاكل من هذا النوع. سعاده المحافظ بعد كتاب باخلاء هذا المبنى حرصا منه على السلامه والصحه العامه، وبالتالي البلديات لا تستطيع ان تتجاوز ايضا موضوع يهدد الصحه والسلامه العامه لهؤلاء المواطنين. يعني رح تتم الاخلاء؟ لكن هؤلاء الناس انا شخصيا الان هلا رح نقعد بالبلديه، لانه كمان بدي اقول لهم ظهروا من المبنى، وين بده يروحوا على الشارع؟ ولذلك انا بدنا نفكر دقيقه، بدنا نفكر بضمانه ايوائيه لهؤلاء، وبالتالي وعلى أساس ذلك بدنا نتصرف. الجولة التفقدية للمبنى أعقبها اجتماع مع اللواء خير ورئيس البلدية والمعنيين للتفكير بضمانة إيوائية للسكان لتحديد المسؤوليات والصلاحيات وليقوم كل بدوره. اختتم الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية بسلسلة لقاءات من أبرزها في مقر وزارة الخارجية الصينية مع مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا تين لي. الحريري أكد ثوابت تيار المستقبل ولاسيما المتعلقة بالأزمة السورية والتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية. ومن بكين انتقل أحمد الحريري والوفد المرافق إلى شانغهاي، حيث التقى عضو اللجنة المركزية ورئيس دائرة التنظيم للحزب الشيوعي الصيني في شانغهاي، كما جال مع الوفد على المركز الاقتصادي الصيني ومراكز بحوث ودراسات وشركات صينية. المهندسة منى الخطيب تخطت كل العوائق وأصرت على ممارسة هواية قيادة الدراجات النارية والمشاركة في السباقات الخطرة. التقرير لرابعة شنط. قيادة المرأة للدراجات النارية في لبنان لم تعد نادرة، لكن مشاركة السيدات في السباقات على الأوتوسترادات في ظل غياب الحلبات المخصصة لذلك تبدو خطيرة للغاية. ابنة بلدة شبعة المهندسة منى الخطيب تخطت المحظورات وقبلت التحدي. كنت بالشغل مرة وإجا شاب معي بالشغل مامته، فطلعني معه كزدورة هيك صغيرة، عجبتني، حبيت الفكرة كثير، حبيت الفيلينج اوف ادرينالين وهيك، سو قررت وقتها انه انا بدي اسوق موتو وجبت موتو وتعلمت عليها. كاهل او مجتمع بيقولوا لا خطيره وخطره وفيها الحادثه مكلف، يعني يعني انا بتمنى انه يكون في تجهيزات للطرقات او يحسنوا الطرقات اكثر، او يمكن يعملوا لنا حلبه، لانه نحن كدوله يعملوا حلبه مثل باقي العالم. في عنا شباب لبنانيه بامكانياتهم الضئيله، هن بمجهودهم الشخصي بتمرنوا على طرقاتنا. بتنقوا الويك اند يمكن او بتنقوا ايام معينه، كيف تجتمعوا؟ كيف؟ هلا كهوايه بنروح بنجمع حالنا جروبات، بنعمل عاملين جروبات، بنروح على نهار احد على محل بلبنان. نحن كمجتمع شرقي من قبل، انا بلشت ب 2008 كسواقه مطويات، كان صعب كثير، ما كان في بنات بسوقوا.
واجهت كتير حواجز انه هيدا للشباب ما بعرف ليه رغم انه هي رياضه مش ممنوع البنت تسوق موتو. بعدين هلا تقبلوا الفكره درجت للفكره فيك تقول بدنا نشوف فيديو لإلك. هيدي انت اول وحده ولا الثانيه؟ ايه اول وحده. اول وحده هولي وين؟ الاوتوستراد هولي بالاوتوستراد على الاوتوستراد الاسود بنسميه بطرابلس. هذا الاوتوستراد بنطلع عليه نعمل دراج ريس فوق. لا هون بنطلع من عطول. انت بتسبقي يعني هلا هدول فيديوز قليل. انا بصراحه ما حدا سبقني. منى كغيرها تريد ان تثبت ان الرياضه مهما كانت خطره ليست حكرا على الشبان. تتنافسي مع الشباب ولا مع مع الشباب؟ انا ما في بنت غيري بتعمل هالدراج ريس، انا البنت الوحيده بلبنان، الباقي كله شباب. طب هلا جيت لعنا بالموتو ولا جيت لعنا؟ هلا جيت سياره. النشره مستمره وفيها بعض الفاصل. القوات العراقيه تحرر 3 أحياء جديده غرب الموصل. أهلا بكم من جديد. شن النظام السوري قصفا مكثفا بصواريخ النابالم الحارقة على مدينة دوما بريف دمشق، كما واصل حملته العسكرية على حي الوعر في حمص بالتزامن مع بدء هجوم بري على أحياء دمشق المحررة ومنها برزة والقابون. بصواريخ النابالم الحارق والمحرمة دوليا استهدفت قوات الأسد الأحياء السكنية في مدينة دوما وخلف عشرات الجرحى بالإضافة إلى دمار كبير بالأبنية والممتلكات. تزامنا نفذت كتائب النظام تهديدها وبدأت هجوما بريا على أحياء دمشق المحررة في مسعى لإجبار المنطقة على التسوية مع الأسد وتنفيذ خطتها بالتغيير الديموغرافي لسكان دمشق ومحيطها. هذا وواصلت قوات النظام حملتها المكثفة على حي الوعر في حمص وعلى غوطة وأحياء دمشق الشرقية موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، فيما تصدى فصائل المعارضة لهجمات على بساتين برزة شرق العاصمة. وعلى موقع التواصل الاجتماعي أطلق ناشطون من داخل الحي حملة لتسليط الضوء على الهجمات التي يتعرض لها تحت عنوان الوعر تباد. واليوم الثاني على التوالي صعد الطيران الحربي قصفه على مدينة أريح في ريف إدلب وشن عددا من الغارات الجوية على المدينة استهدفت 2 منها مركزا للدفاع المدني، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصره وخروجه عن الخدمة بالكامل، فيما استهدفت غارة ثالثة مستودع إغاثة وتسببت بتدميره ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. على صعيد آخر ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال قوات برية إلى سوريا لهزيمة تنظيم داعش، وذلك بناء على أمر الرئيس دونالد ترامب، ما يستدعي الكثير من التساؤلات عن حجم القوات التي سيتم الزج بها في خطوط المواجهة في سوريا. لا تزال الأمم المتحدة بانتظار الرد الرسمي على وثيقتها الجديدة للحل السياسي في سوريا من وفدي المعارضة والنظام إلى محادثات جنيف 4. يوم رابع من المشاورات والاجتماعات في إطار مفاوضات جنيف 4 بين النظام السوري والمعارضة برعاية الموفد الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا. الوفدان ينكبان على دراسة وثيقة العملية السياسية التي قدمها إليهما دي مستورا والتي تسربت إلى عدد من وسائل الإعلام وتبين أنها وضعت أساساً لمحادثات جنيف قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الذي ينص على تشكيل حكم موثوق شامل غير طائفي وجدول زمني لصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات حرة نزيهة تحت رقابة الأمم المتحدة ومتوافقة مع الدستور الجديد. وقدم دمستورة في وثيقته مقاربة جديدة تقترح بحث مسائل التفاوض 3 بوقت متزامن، أي إدارة الدستور والانتخابات، رغم أن قرار مجلس الأمن ينص على تشكيل حكومة انتقالية أولا تتولى لاحقا بحث مسألتي الدستور والانتخابات. تزامنا أعلن عضو وفد المعارضة إلى جنيف فاتح حسون أن المعارضة تعد وثائق تثبت تنسيق النظام مع داعش وستسلمها للأمم المتحدة قريبا، مشيرا إلى أنه لا يمكن محاربة الإرهاب بشكل فاعل وحقيقي إلا عبر الانتقال السياسي العادل ووضع حد لتدخلات إيران. كما علق حسون على التفجيرات التي استهدفت السبت مقرات أمنية للنظام في حمص. المنطقة التي يتواجد بها الفرع الأمني هي منطقة أمنية شديدة
وخاضعة للمراقبة الدائمة، ولا يمكن أن تتم أي عملية أمنية إلا بتسهيلات من قوى أمنية أخرى تمتلك نفوذا أمنيا للوصول إلى قلب هذه المناطق. حقيقة ما جرى اليوم ممكن أن نعده تصفية من قبل النظام للمطلوبين دوليا لمحاكم دولية، وعلى رأسهم اللواء الذي تم قتله اليوم وهو متهم في قضية مقتل الحريري، إضافة لعدد من المعتقلين اللي كانوا موجودين في فرع أمن الدولة. وفي جديد ردود الفعل على تفجيرات حمص، دعت الخارجية الروسية إلى معاقبة مدبريها ومموليها، رافضة السماح بإجهاض جهود المجتمع الدولي في أستانا وجنيف. في العراق حررت الشرطة الاتحادية 3 أحياء في غرب الموصل فيما اقتحمت الشارع الرابط بين بغداد والموصل. حي الطيران في مركز مدينة الموصل بات بكامله تحت سيطرة القوات العراقية بحسب تأكيدات مغاوير الشرطة الاتحادية، حيث مباني الحكومة المحلية ومجلس المحافظة ومبنى القنصلية التركية وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش، مصحوبة بمحاولة تفجير 10 سيارات مفخخة نشرها التنظيم في أرجاء المنطقة وأبطلتها قوة المغاوير باستثناء واحدة أدى انفجارها إلى مقتل شرطيين وجرح 5. كما أعلنت الشرطة فرض سيطرتها على الشارع الرئيس الرابط بين بغداد والموصل تمهيدا لاقتحام منطقة الموصل جنوب المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع داعش، أسفرت عن مقتل نحو 20 من أبرز قيادات التنظيم بينهم انتحاريون، وأدت المواجهات إلى اعتقال 7 من عناصر داعش المتشددين خلال محاولاتهم الهروب عبر محلات تجارية في الشارع الرئيس. كما اقتحمت القوات الأمنية منطقة المنصور كبرى مناطق الضفة الجنوبية وتخوض معارك مع داعش داخلها بالتزامن مع فتح ممرات آمنة لنزوح المدنيين في اتجاه منطقة الرسالة والطيران جنوب مدينة الموصل. هذا وكانت القوات العراقية المشتركة دخلت بإسناد جوي مناطق العبور والكور وحي الطرب وتلو العطشانة، فضلا عن محطة كهرباء اليرموك في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، وباتت على مسافة قليلة من منطقة جامع النوري الذي شهد الظهور الأول واليتيم لزعيم داعش أبو بكر البغدادي عام 2014. فيما ذكر مصدر عسكري أن الشرطة الاتحادية ووحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية سيطرت على منطقة حاول جوسق القريب إلى المطار، كما على حي المأمون الملاصق لمعسكر الغزلاني وأجزاء من منطقة وادي حجر شمالا. إنسانيا تتوقع وزارة الهجرة والمهجرين نزوح 200,000 مدني من الجانب الغربي لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى مع استمرار العمليات العسكرية، وأعلنت أن ما يقارب 12,000 وحدة إيواء طارئة أنشئت في مخيمات الإيواء القريبة من مناطق العمليات وتكفي لاستيعاب 100,000 نازح، كما وعدت الوزارة بإجراءات سريعة لاستيعاب البقية وفقا للمعطيات الميدانية. في اليمن وتحت غطاء جوي من قوات التحالف العربي، بدأت قوات الشرعية عملية عسكرية برية نحو محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن وسط احتدام المعارك مع المتمردين الحوثيين. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الشرعية استعادت قرية الزهاري على الطريق المؤدي إلى منطقة الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة. تواصل البحرية الإيرانية تدريبا عسكريا بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي في أول تدريب رئيسي لها في بداية عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد القوات البحرية حبيب الله سياري إن المناورة تغطي مساحة 2,000,000 متر مربع في بحر عمان والمحيط الهندي بالقرب من مضيق هرمز. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الحذر يسيطر على مخيم عين الحلمي بعد اتفاق بين الفصائل على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين. وصم الأذان عن سماع صراخ الشعب قباحة. الراعي يرفض الضرائب لتمويل الموازنة والسلسلة وأخذ القياسات الفئوية في قانون الانتخاب. دوما تحترق بصواريخ النابالم، والنظام السوري يكثف حملته العسكرية على حي الوعر في حمص. ختام الصباحية، شكرا لكم وإلى اللقاء. لم ولن نساوي على الحق أو الثوابت.